في كل سنة زي يوم زي اللي احنا بنحتفل بيه وانا بقول بنحتفل لان طول ما في رجال بتقدم نفسها من اجل بلدنا مصر انها تظل حرة آمنة سالمة كل ما يبقى ده كل سنة يبقى نحتفل ونهني نفسنا على مرور سنة بخير علينا. والحقيقة الكلام اللي النهاردة اتعرض سواء استشهاد الفريق عبد المنعم رياض وأنا يمكن في حاجة لزبطنا اللي موجودة وحتى لطلبة الكليات العسكرية اللي موجودين كان في يوميات وتعرضت مرة معرفش انتوا شفتوها ولا لا عن حياة الشهيد عبد المنعم رياض وهو لما يعني وكلت له المهمة فهو يعني راح مكتبه يعني فلقوا مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها يعني فقال لهم لا انا عايز ترابيزه بس وشيلوا السجاده ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجه بسيطه خالص. فانا توقفت جدا قدام الاجراء ده فاتاري ان الاستقامه وال ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. أنا بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني إن هو يعني هو السوشيال في شك بس دي كانت مقدمات في تقديري دي كانت مقدمات إن المسار ده والطريقة دي والنفس دي أكيد هيبقى معاها خير عظيم جدا وتنتهي بأنه هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل كل سنة نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغاية لما استشهد وما بعد استشهاد.